مرحبا بكم، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله هنمشيو لواحد من اجمل واروع الاماكن السياحيه اللي موجوده في مدينه اسكيشاهير، واللي هو قصر السندريلا. هذا القصر الخيالي اللي دائما كنشوفوه في التوار ديال مدينه اسكيشاهير، واللي كيتعتبر اشهر معلم سياحي في هذه المدينه. اليوم هنزورو حديقه سازوفا بارك اللي كيتواجد فيها هذا القصر، وهنشوفو شنو كيتواجد داخل هذه الحديقه. فقبل ما نبداو الجوله ديالنا، ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونبداو على بركه الله. بدايه نشوفوا لي هذا المنظر الرائع هنا، منظر السماء مع الاشجار واوراق الخريف، منظر اللي زوين بزاف. بالنسبه لطريقه الوصول لهذه الحديقه، كما شاركت معكم في الفيديو السابق، حنا كنا في منطقه اودون بازاري اللي هي منطقه البيوت الملونه في مدينه اسكيشاهير. من بعد ما سالينا الجوله ديالنا على الشارع الرئيسي، كاين موقف الحافلات، فكتلقاو في الحافله مكتوبه سازوفا بارك، فكتوصلكم حتى لهذه الحديقه. فحديقه سازوفا بارك كتعتبر من اكبر الحدائق اللي موجوده في تركيا، فهي حديقه اللي كتشمل العلوم والفنون والثقافه، وكيتواجد فيها قصر السندريلا الخيالي. فهاد الحديقة كتعتبر مكان ترفيهي للكبار والصغار، وكتواجد فيها بزاف الحاجات اللي زوينة، وهنشاركها معاكم في هاد الفيديو. فأول ما كتدخلوا لهاد الحديقة، هتنبهروا بالمساحة الشاسعة ديالها واللي كتقدر ب 400,000 متر مربع. فبسبب التصميم الداخلي المميز لهذه الحديقة، جعلها من أكثر الحدائق الفريدة في اسكيشاهير وفي تركيا بشكل عام. من بين أجمل الأماكن اللي زرتهم في تركيا لحد الآن، حديقة سازوفا بارك. هذه الحديقة اللي كتجمع بين المتعة والاسترخاء والراحة النفسية، فصراحة حديقة اللي رائعة جدا، وكنصحكم زيارة ديالها. ففيها مساحات اللي شاسعة، وكتعطي واحد النوع ديال الراحة النفسية اللي كبيرة بزاف. المسافة بين البوابة ديال الحديقة وقصر السندريلا مسافة اللي طويلة بزاف، فتحتاجوا تمشيو على الأقل 20 دقيقة باش توصلوا للقصر. فهنا من بعد ما وصلنا، لقينا واحد الصف اللي طويل بزاف، بقينا كنستناو، ولكن الصف كيمر بسرعة، فما هتوقفوش يعني فترة اللي طويلة. فمن بعد ما خدينا التيكي ديالنا واللي كان عامل 8 ليرات، هندخلوا القصر السندريلا ونكتشفوا شنو كاين فيه. من الأماكن اللي كنت كنحلم أنني نزورها ومن مدة طويلة هو قصر السندريلا، والحلم اليوم أصبح حقيقة. فهنشارك معكم القصر من الداخل. دائما كنشوفو القصر من برا وكنبهرو به وكيعجبنا، فهنشوفو واش الداخل ديالو بحال الخارج، فهنكتشفو هنايا. أول حاجة كاينة هاد المجسم ديال القصر ككل، عاملينه في هاد الزجاجة دائرية، واللي عاطي واحد الجمالية لهاد المكان. بالنسبة للقصر، فيه مجموعة من الغرف واللي كتباع فيها أشياء استذكارية. فعلى سبيل المثال، هاد الغرفة فيها العديد من الكتب والمجموعات القصصية، سواء للأطفال أو للكبار. فكما كتشوفوا الغرفة هنا كلها كتب أو ما يتعلق بالكتب من أقلام. بالنسبة للغرفة الثانية، هنا كيتباعوا التذكارات أو الهدايا التذكارية، فهتلقوا هنا العديد من التحف اللي كتباع. فكاين فحال هادو اللي شناهم على برا، إما فيهم قصر السندريلا أو فيهم بعض المجسمات من الرسوم المتحركة. كاين هنا الدومة، وكاين بعض الأشياء التذكارية، سواء اللي كتخص القصر أو اللي كتخص مدينة اسكيشاهير ككل. كاينه هاد الحقائب، فكنصحكم أنكم تاخدوا شي حاجة من هنا اللي تبقى لكم تذكار من قصر السندريلا. كاينه هاد التذكار هذا اللي مكتوب عليه اسكيشاهير، كاينه فيه اشكال اللي متعدده. كاين كذلك هاد الفناجين مرسومه فيهم البيوت الملونه اللي شاركت معكم في الفيديو السابق، ومرسوم كذلك قصر السندريلا. فهتلقاو اشكال كثيره هنا لهدايا تذكاريه اللي تبقى عندكم ذكرى من هاد القصر. هنا كما كتشوفوا كاينه بزاف الاشكال، كاينه هاد العربه هذه الداخل ديالها، كاينه امير واميره، كنظن هي السندريلا والامير.
فكما كتشوفوا عربه برجل واحده. هذا الباب اللي قبلتنا مباشره هذا كيخرج على الحديقه الخلفيه للقصر. كاين اشكال كثيره هنايا دايرين هذا ديال الانستغرام. هذه العربه هذه ديال سندريلا كنظن وهذه الخادمه ديالها. فصراحه المكان زوين بزاف خصوصا للاطفال وحتى الكبار، يعني راه تستمتعوا بالاجواء هنا، اجواء اللي زوينه بزاف، ولكن الاطفال كيكون عندها واحد الطعم خاص بالنسبه ليهم. وهذه الاميره سندريلا وتحتها كاينه الشريره الحارسه ديالها، فهي عندها قصر على قدو وجالسه في الشرفه كتحارسها الشريره. فمازال ان شاء الله نصوركم المكان بالتفاصيل ديالو. كما كتشوفوا كاين هنا رسم ثلاثي الابعاد، فالمكان صراحه زوين بزاف بزاف وهيرجع لكم ذكريات الطفوله مع الرسوم المتحركه سندريلا. بالنسبه لهذا المكان كما كتشوفوا كاينه على هالدائره كتابه اللي مضيئه، الشكل ديالها زوين بزاف. وعلى الجدران كاينه مجموعه من الكتابات والرسوم. كاينه هاد الخزانه اللي فيها بعض المقتنيات كنظن هتكون عندها قيمه تاريخيه، وكاينه هنا مجموعه من الكتاب اللي عاملين تعريف السيره ديالهم. عجبني هاد الشكل هنايا ديال هذا اللي كيطير، عاملين في ديك اللوحات مجموعه من المعالم السياحيه اللي في تركيا عموما. وكاينه هنا مجموعه من اللوحات كما شفتوا اللوحه الاولى سندريلا وهي شاده الحذاء، فكاين عدد كبير هنا ديال اللوحات وكتبين تحتهم كل لوحه والتاريخ ديالها والرسام ديالها. فالمكان صراحه مكان اللي كيستحق الزياره، مكان اللي زوين بزاف كما قلت لكم سواء للاطفال او حتى للكبار. كاينه هاد اللوحه هديد عباس بن فرناس اول واحد حول الطيران. كما كتشوفوا فكاينه اشكال كثيره هذه العربه السندريلا كما صورت لكم في البدايه، وهذه هي الشريره اللي كتحرس السندريلا وما كتخليهاش تنزل من الشرفه ديالها. في الشكل ديالها هنا مخيف خصوصا دايرين ديك الظلمه حداها. فمن بعد ما نهينا الجوله ديالنا في الطابق الاول للقصر، هذا هو الباب الخلفي اللي قلت لكم في البدايه واللي كيخرجنا على الحديقه الخلفيه. هنعملوا جوله خفيفه هنا ومن بعد نكملوا في الطابق الثاني للقصر ونوريكم الاطلاله الرائعه على حديقه سازوفا بارك. فهذا هو الطابق الثاني واللي فيه مجموعه من المجسمات ومن الرسوم، اشكال اللي كانوا في الرسوم متحركه واللي كيعطيو المكان جماليه خاصه. كاينه هاد السلم اللي كله الوان، وكاينه شخصيه هاد الطابق واللي هو بينوكيو ومن لا يعرفه، فعاملين المجسم ديال بينوكيو هنا واي واحد كيجي الا وكيتصور معاه. بالنسبه لهاد الطابق الثاني فيه كما كتشوفوا هاد الجزء اللي فيه هاد الرسوم، والجزء الثاني فيه كافيتيريا اللي كتبع فيها مشروبات وماكولات. فبالنسبه لحديقه سازوفا بارك فهي مكان اللي كبير بزاف، واكيد اذا دوزتوا وقت طويل هنا تحسوا بالجوع فتلقاو اماكن اللي تاكلوا فيها. وكما كتشوفوا هذا هو قصر السندريلا تصوير من الاعلى، صراحه قصر اللي رائع واي واحد جا لمدينه اسكيشاهير الا وكنصحوا بالزياره ديالو. هتكون تجربه اللي فريده وهتاخذوا فيه صور اللي هتكون متميزه جدا. وهذه الساحه الخارجيه للقصر، فهذا المكان اللي كنا فيه في البدايه باش كنا شادين الدور ديالنا ناخذوا التيكي باش ندخلوا القصر السندريلا. فهذه هي الاطلاله العامه على حديقه سازوفا بارك، اطلاله اللي رائعه ومتميزة جدا من مكان اللي جميل ومتميز. كتضم حديقة سازوفا بارك بالإضافة لقصر سندريلا واحد من أشهر السفن اللي موجودة في العالم واللي هي سفينة القراصنة. فهذه هي السفينة، خليكم معايا ونديكم تشوفوها عن قرب كيف عاملة. فهذه هي سفينة القراصنة. بالنسبة لرسوم الدخول لهذه السفينة هو 8 ليرات حاليا. سفينة اللي مكونة من طابقين، كيدخلوا للناس ياخذوا فيها صور اللي زوينة. فكما كتشوفوا المكان هنا رائع، وجدت سفينة مقابلة مع قصر السندريلا. فبالنسبة لهذه الحديقة سازوفا بارك فهي حديقة اللي شاسعة جدا كما ذكرت لكم في البداية، كيتواجد فيها قصر السندريلا وسفينة القراصنة. فيها بحيرة مائية اللي كبيرة بزاف، فيها قاعة الألعاب للأطفال وحديقة للحيوانات، فيها كذلك مركز علمي وثقافي اللي كبير، فحديقة اللي تستحق الزيارة. وخليوها ضمن البرنامج ديالكم في زيارتكم لمدينة إسكندرية.
هذه هي جولتنا في حديقة سازوفا باركو في قصر سندريلا. كنتمنى أن هذه الجولة تكون نالت الإعجاب ديالكم. فلي أول مرة كيشاهد القناة ما تنسوشي تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ولكل المشاركين الأوفياء كما العادة خليونا لايك وتعليق على هذا الفيديو باش يوصل أكبر عدد من الناس. بالنسبة للجو هذا اليوم كان الجو اللي معتدل، ولكن كان الريح خصوصا في هذه المنطقة كما كنعرفوا الأماكن اللي كتكون خالية كيكون فيها الريح أكثر من وسط المدينة. فبالنسبة لهذا اليوم كما شاركت معكم في الفيديو السابق، بدينا من البداية ديالو مشينا للبيوت الملونة أو منطقة أودون بازاري، ومن بعد جينا هنا لحديقة سازوفا بارك، زرنا قصر السندريلا والبحيرة المائية وسفينة القراصنة. كانت آخر محطة عندنا في هذه الحديقة هي حديقة الحيوانات، ولكن كنوصل آخر نهار وكنا تعبنا بزاف ما قدرناش نزيدو نشوفو شي مكان آخر، فصورت لكم غير من برا. فكانت هذه هي الجولة ديالنا لهذا اليوم، كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الجولة، ونتلاقاو بجولة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله.